كان الوعيد نبقى سوا وجع هالقلب ما إله دوا على الحبيب سلم يا هوا قل له مشتاق لكم أنا والوعود يا حبيبي كان الوعد تكون نصيبي واليوم ناسيني تاركني بدني غريبي. الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج على الطاولة. اليوم برنامجنا غير، اليوم معانا شاب صغير رائع محمود كيال فنان صاعد. مرحبا. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. وأنا جاي سمعت صوتك الجميل جدا بالنسبة لي، أنا من متابعينك، ابني من متابعينك. أنا مش راح أبدأ أحكي معك إسا على كيف بديت ومش كيف بديت، أنت صرت مارق شوط طويل وفي متابعين وفي أغاني وفي أغنية جديدة كمان نزلت غير الأغنية اللي إسا أنت غنيتها كان الوعد. بدي أقول لك أول شيء يعطيك ألف عافية ومبروك، وهذا إشي يعني بيرفع الراس إنه شاب صغير زيك بفوت على هذا المجال بالغناء وبالأغاني وبنشر بسرعة، اللي هي بس بتدل على حب المشاهد والمستمع لأغانيك ولإلك. بداية بدي أسألك عن أغنية كان الوعد. هاي الأغنية تصورت ونزلت على اليوتيوب وكان في مشاهدين ومتابعين اللي خلتك تتألق لليوم تنزل كمان أغنية. أيوة الحمد لله. صح. بدي أرجع لهاي الأغنية من بعد ما نزلت على اليوتيوب، هل توقعاتك إنه هل قد يكون في متابعين للأغنية وأنت الأغنية تنشهر وأنت تصير معروف، ولا كيف حسيت؟ صراحة التوقعات كانت أكبر من هيك. يا الله. أيوة. بجنن. طب وكيف هذا؟ الحمد لله نجحت. جابت منيح. جابت كثير منيح، وهذا بخليني كمان أنا اليوم أتساءل وأسأل البدايات تبعتك. طبعاً زي أي واحد بحب يغني، يمكن اتعلم موسيقى، يمكن زي ما بقولوا فات على هذا المجال. اليوم عالم السوشيال ميديا كثير وسيع، فأنت كيف بديت؟ أنا بلشت من صف تاني. كنت أدندن بالبيت. أبلش هيك أغني شون وهون وهون هيك، والعيلة يعني اكتشفت إني بغني. وبلش دخلوني دورات موسيقى، قالوا الولد ميال للموسيقى. ودخلت دورة كمان، ودخلت دورة عود، دخلت دورة جيتار، ولا إشي زبط معي. هسا غنيت بقولوا لي صوتك مقبول. دخلت دورة بتوح كول تطوير صوت، تطوير صوت يعني، وهيك بلشت شوي أيوة. وبعدين إجاك عرس خالي. غنيت فيه، ما كنتش حافظ غير أغنيتين الله وكيلة. أيوة غنيت هالغنيتين وتصوروا الغنيتين. أيوة. وتصوروا الغنيتين. أيوة. وبديو ينتشروا على اليوتيوب. لا هذول الغنيتين ما كانوش كتير يعني. كنتش بعدني. لا بمعنى انه بديت هاي الاغاني تعرض على السوشيال. أيوة. ميديا. وبديت الناس تشوف انك انت بتغني. في ناس بلش تشوف اني انا بغني. وفي كان في مطرب وقتها بدون ذكر اسامي. كان وقتها بعزه يعني، كان طالع ترند وقتها. غنيت معه. ونزلت فيديوهين على التيك توك. طلع ترند الفيديوهين. ترند. وبلشت هيك انا اعرف للناس شوي شوي. طب هيك انت عمليا بديت اعرف شوي شوي للناس. بس انا اليوم كمان عرفت انك انت بجيل صغير في داعمين لإلك يعني. صح. الوالد الداعم الاساسي لإلك. صحيح. بنقدم له تحيه لانه هو موجود معنا هسه، بنقول له شكرا كثير. شكرا كثير انه اهتم بهاي الموهبه واعطاك الفرصه انك انت تستمر بهذا الموضوع. بس زي ما انا عرفت اليوم من الانتاج انه انت كمان صار عندك وكيل اعمال. صحيح. تحكي لنا عن هاي الفكره. ايوه محمد كراجة صاحب تسجيلات الرجانة. اللي هو دعمني من البدايات، كان ينزل لي فيديوهات. ومننساش كمان خلدون القواسمي. ايوه اللي هن دعموني بالاول اول ما بلشت. ايوه هن كانوا يسووا لي اعداد تصوير نصور وينزلوا على اليوتيوب وهيك. فهن عمليا حبوا يدعموك يعني، اكتشفوا انه في عندك الموهبه. صاروا يدعوك يسجلوا لك اعداد غناء
وصاروا ينشروها شوي شوي على اليوتيوب. عمليا الاغاني اللي كنت انت تغنيها قبل، اليوم انت في عندك اغنيتين خاصات اللي هني كان الوعد، والاغنيه اللي جديد نزلت على اليوتيوب اللي هي خاب ظنوني. قبلها انت كنت ايش تغني عمليا؟ لما كنت اغني لما مغنيين معروفين واغاني معروفه اللي هي تكون اللي دارجه. هلا اذا انت الصوت تبعك بيجي بطريقه عم بتغني زي ما اليوم احنا عندنا موجود عم نشوف على منصات التواصل المغنيين اللي بغنوا قريب من الشعب، شعبي اكثر. الكلام هو يعني موجوع مثل كان الوعد، يعني اذا انت غنيت لقطه منها، فانت بتحس انه هاي نوعيه الغناني هي قريبه اكثر من اغاني تاني لقلب المشاهد لقلب المستمع. اسا انت اذا اليوم بدك تفوت تحضر ستوريات العالم كله اللي مظلوم اللي مش مظلوم اللي عم ببكي اللي ترك حبيبته اللي تركته حبيبه الا ايوه هيك اليوم. طب انت اليوم بجيل صغير يعني قديش عمرك؟ 13؟ 13 ونص. يعني شو كثير بتفهم بالحب والعلاقات؟ مش عايش شغلات. عم بتعيش الشغلات؟ الله يبعدنا. لا ما هو انت بدك تبدا تحسها. محمود انا بدي اسالك سؤال ثاني، اليوم مجال السوشيال ميديا بوصل الانسان للعالميه. صحيح. وانت اليوم واصل لمرحله انه في كثير ما ضليتك بالمحل القطري تبعنا او المحلي تبعنا او بالبلد تبعتك، اليوم بدي اليوتيوب والاغاني على السوشيال ميديا تنشر بالعالم. ايوه. واليوم انا بفهم منك انه متابعينك كتار صاروا، مشجعينك كتار. أيوة. وصار في عندك كمان تواصلات مع العالم العربي. صحيح، في لي قنوات بلبنان اللي هن في إدارة أعمال اسمها شركة شبكة اللي هن مسكين القنوات على اليوتيوب اللي انت عمليا هن تواصلوا معك من بعد ما انت وصلت لمرحلة. أيوة. انه عندك متابعين كتار. أيوة. تواصلوا معك من العالم العربي من لبنان شركات اللي هي بهمة أمرك أو مهتمة فيك كفنان صاعد كمطرب، وهل هذا الإشي بالنسبة لك بعدك اليوم أنت موجود بالمدرسة؟ صحيح. كيف هذا ممكن يأثر على حياتك؟ السؤال وين أنت بتختار تروح؟ هل أنت طبعاً الواحد بده يكمل تعليمه؟ صحيح. بس أنا شايف أنه طريقك من هون بدها تكون فنية. فأنت كيف بتشوف كمان مع الأهل مع الوالد كيف الاختيارات اليوم بتتم؟ لأنه في صعوبة، لأنه هنا في قرارات اللي يهون يهون، أو هل في دمج بيناتهم؟ شو بتفكر؟ هو نقدر ندمج بيناتهم، بس بدك تأسس وقت، يعني بدك تخصص وقت لكل إشي. أيوه. وبتفكر إنه هذا الإشي يعني بنجح معك لما أنت بمحل الله. المهم تضلك شاطر بالمدرسة، مش هيك راح يقولوا لك أهلك واللي حواليك؟ مع إنه دائما أنا بفكر مرات الشغف الداخلي هو نجاح البني آدم، مش بس انه اذا كان شاطر بالمدرسه. أيوة. او ما كان شاطر بالمدرسه. وصل صوتك كمان للعالم العربي، وهذا الاشي بيشرفنا احنا كفلسطينيين انه نوصل كمان للعالم العربي. بس في اشي ابعد شوي من العالم العربي اللي انا فهمته انك انت واصل هيك لبعيد. صحيح. لامريكا. بس في اشي صار معك انت هذيك السنه في مهرجان. ايوه. اشتركت فيه. شنو مهرجان؟ مهرجان سوبر ستار. والحمد لله اخذت المرتبه الاولى. برافو. وهذا الإشي يعني كان إشي كتير حلو، يعني كان بالنسبة إلك نقل نوعية. أيوة. بالنسبة لإلك مرحلة حلوة. وبعدين شو صار؟ تنك اليوم أنا كمان بسمع إنه مستقبلياً راح يكون عندك عروض وحفلات بأمريكا. في عندي عروض لأمريكا. وفي عندي عروض لإسطنبول تركيا. وعندي لدبي، وعندي كتير يعني دول اللي صارت متواصلة معك بالنسبة ل ل ل ل لكونك اليوم أنت صرت فتت على دائرة الفنانين المغنيين المطربين اللي عندهم متابعين كتير من شتى أنحاء البلاد. فأنا بدي أقول لك استمر، لأنه أنا صرت من متابعينك، ابني من متابعينك. أنا بنبسط كتير إنه في عنا طاقات اللي كمان اخترقت هذا المجال، واليوم أنت بتعرف اليوم صار في نوع من الإشي السهل إلك إنه أنت لما تنتج أغنية
هاي الأغنية تنشر على اليوتيوب وبتعلق بالآخر قديش حبوك أو ما حبوكاش. صح. بعكس مثلا بالزمان ما كانش في هاي كل وسائل التواصل اللي كان المغني لازم يمرق تاريخ عشان يقدر يبين. فأنا بدي أقول لك استمر، وكمان بتمنى لك النجاحات دايما. بس أنا مخلصتش معك إسا، إحنا هون مخلصتش، إحنا بدنا ننتقل أنا وياك إسا للمطبخ.